طيب الفراخ، المنتجين بتوع الفراخ الايام دي عندهم مشكله كبيره، بيشتكوا من ان في فجوه ما بين سعر التكلفه وسعر البيع، وده لان اسعار الفراخ تراجعت في الايام الاخيره. سعر كيلو الفراخ في المزرعه 65 جنيه في الوقت اللي سعر التكلفه عدى ال 72 جنيه زي ما هم بيقولوا، يعني هم زي ما بيقولوا بيخسروا في كل كيلو 7 جنيه، وده لان في انتاج كبير من الفراخ في السوق وفي نفس الوقت اقبال متوسط على الشراء من الناس، فده بيخلي التجار يضطروا يبيعوا بسعر اقل. المربين بتوع الفراخ بيقولوا ان اسعار الفراخ البلدي دلوقتي بقت ارخص من الفراخ المجمده اللي بتتباع في المجمعات الاستهلاكيه، وان ده بيحصل لاول مره، رغم ان طبعا الفراخ البلدي لا يعلو عليها وافضل بكتير من الفراخ المجمده. الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن طالب الجهات المسؤوله انها تتدخل عشان يحلوا المشكله دي ويحطوا تسعير للفراخ، لان ده بيأثر على المربين، ولازم يكون في تسعير للدواجن، تسعير عادل، يبقى يعني وين وين سيتويشن، عادل للمربي وعادل للمستهلك، او يتم منع تداول الدواجن حيه. نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال ان السعر العادل لبيع الفراخ هيخلي المربي يستمر في السوق، وصناعه الفراخ قايمه اصلا على ان المربي يعني يكون قادر على انه يستمر في هذه الصناعه، بس لما الراجل اللي عنده مزرعه فراخ يحس انه بيخسر على طول والسعر مش مكفي حتى تكلفه البيع هيطلع من السوق. معنا دكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. حضراتكم بتقولوا انه سعر الفرخه في المزرعه 72 جنيه، سعر بيعها في المزارع 65 جنيه، يعني ده طبعا بالنسبة للكيلو، يعني يا ريت سعر الفرخة كله يبقى كده، يعني المنتج بيخسر 7 جنيه في الكيلو. ايه اللي بيحصل؟ ليه وصلنا للمشهد ده؟ وازاي بنصل انه سعر الفراخ المجمدة اغلى من سعر الفراخ البلدي؟ اهلا بحضرتك. فعلا في تلاعب كبير في اسعار الدواجن دون التكلفه، زي ما سعادتك ذكرت من شويه التكلفه تتجاوز 72 73 جنيه للكيلو. الاسعار النهارده دي ماده حيه لا يوجد فيها اي شكل من اشكال التخزين او الاحتكار، بتتباع يوم بيوم، اسمها الدواجن الحيه. فيوم ب 65 يوم ب 67 ترفع 70، فدي سلعه شديده المرونه صعودا وهبوطا، اللي بتحكم فيها هو العرض والطلب. المربي النهارده زي ما سعادتك ذكرتي فعلا بيعاني من خسائر الدوره الثانيه على التوالي، وده شيء سلبي. زي ما احنا عايزين سعر مناسب للمستهلك، عايزين برضه سعر يغطي التكلفه للمنتج عشان يقدر يستمر، ان اساس التوازن في الاسعار هو الانتاج، واساس الانتاج هو المنتج. المربي النهارده اذا ما حققش هامش ربح مش هيستمر في العمليه الانتاجيه. والشيء الغريب النهارده ان الدواجن المستورده اللي هي بتتباع في الجمعيات سعرها 135 جنيه للكيلو. سعر الدواجن البلدي اللي هي طازه فريش لما نيجي نحسب تكلفته على سعر المزرعه 65 وسعر السوق 75 80 الكيلو ب 100 جنيه، يعني سعر المستورد اللي مدفوع فيه عمله اجنبيه. طب احنا ليه بنستورد اصلا طالما الفراخ موجوده ومتوفره؟ السؤال ده يوجه حضرتك للجهات المعنيه بالاستيراد. لا معنى ولا منطق ولا مجال للاستيراد باي شكل من الاشكال. عندنا صناعه حققت النهارده اتفاق ذاتي لسنوات طويله، فيها عمالة كثيفة، دفاع للضرائب. احنا لازم ندعم المنتج المحلي اللي هو بيخسر النهاردة، ما ينفعش ندعم النهاردة المنتج الاجنبي. طب الوفرة في المنتج المحلي دي ليه ما بنستخدمهاش ان احنا بقى نجمد من المنتج المحلي؟ ده كلام عظيم جدا، واحنا نادينا بيه كاتحاد منتجي الدواجن كتير، وحان الوقت النهاردة زي العالم كله النهاردة بتناول الدواجن مبردة ومجمدة في الوقت اللي فيه دامبنج، في سيربرس، في زياده في الانتاج النهارده، عشان احمي المربي من الخسائر يتم الذبح النهارده، وفي الاوقات اللي فيه ذروه في الاستهلاك
هيتم الضخ بهذه الكميات اكنه استيراد داخلي. طب ايه اللي بيمنع الخطوه دي؟ الخطوه دي طبعا الحكومه مسؤوله عنها، واحنا بنناشد السيد وزير الزراعه نتمنى ان ده يكون في خطوات جديه. احنا طبقنا عدم التداول الحي، عندنا طاقه ذبح النهارده تتجاوز 2.5 مليون دجاجه في اليوم بشكل صحي وحضاري ونظيف، ويقلل حلقات التداول ما بين المزرعه والمستهلك. طب خليني اسال حضرتك سؤال واضح وصريح، لو جدلا بكره وقفنا استيراد الفراخ المجمده من الخارج، تمام، هنصحى الصبح نلاقي اسعار الفراخ اتدبلرت عليت؟ بالعكس، ما هو حصل لنا حاجات يعني مش يعني في مواقف حصلت لنا قبل كده. بالعكس تماما يا فندم، في خطه موضوعه من سنه 2019 موجوده في مجلس الوزراء، وكان اشرف عليها الاستاذه الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه في وقتها، وكل الوزارات المعنيه الصحه البيئه التموين الزراعه وافقوا عليها، وعملنا السيناريو النهارده نبدا التطبيق المرحلي الجزئي على القاهره الكبرى واسكندريه. عندنا طاقه ذبح، ما ينفعش احنا بنناشد السياحه يفضل ذبح الفراخ بالشكل النهارده الموجود والريش والدم والاحشاء تجوب شوارع القاهره، ما ينفعش. النهارده في مواصفات، في هيئه التنميه والغذاء، احنا مش اقل من كل الدول اللي حوالينا دون استثناء، الكل النهارده بتناول الدواجن قيمتها مجمده او مبرده. نتمنى النهارده خطوات، وخطوات سريعه ان شاء الله بخطه عمل، وكل البنيه التحتيه موجوده وكل الامكانيات موجوده، وده لصالح يعني منتجين الفراخ مش هيستفردوا بينا في السوق لما نبطل استيراد فراخ من بره اطلاقا. يا فندم بالعكس، لكن هي المشكله النهارده هنوقف الاستيراد تماما. هل ينفع النهارده دواجن مجمده مذبوحه من 3 أو 4 شهور تباع ازيد من الدواجن المحليه 30% 35%؟ يبقى احنا كده بنقضي على المنتج المحلي، لازم نحافظ عليه، ودي سياسه الدوله. النهارده القياده السياسيه بتعمل على تخفيض الفاتوره الدولاريه. النهارده العماله احنا اولى بيها، الصناعه احنا اولى بيها، عنا اكتفاء ذاتي، عملنا نجاحات، مطلوب منها مضاعف الانتاج في 2030. شكرا دكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. طيب